السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على حاجة كويسة جدا ومهمة جدا وان شاء الله تعجبك وتقول لصحابك عليها، وهي ان انت ازاي تكسب فلوس كتير جدا، فلوس كويسة، فلوس حلوة من خلال الانترنت. تمام؟ طيب خلينا نكون متفقين ان اي حد يقول لك ان انت تكسب فلوس من خلال الانترنت، من خلال ان انت هتشتري ساعة او تدفع مبلغ بسيط او تدفع اشتراك شهري، كل ده نصب في نصب، الكيو نت والحاجات دي، كل الحاجات دي نصب وكلام فارغ وحرام. تمام؟ فنبعد عنه تماما. او يقول لك خش اتفرج على الاعلانات وهتلاقي نفسك بتكسب فلوس. تمام؟ الحاجات دي تقريبا 90% منها نصب، والباقي بتلاقي نفسك بتقعد 5-6 ساعات عشان تاخد لك جنيه، فيعني ما لهمش اي لازمه خالص. تمام؟ فاحنا مش بنتكلم على حاجات زي دي خالص، لا احنا بنتكلم ان انت فعلا هتشتغل شغل حقيقي وهتاخد فلوس حقيقيه مقابل شغلك، يعني انت هتشتغل شغل حقيقي. الفكره كلها من خلال ايه؟ ان في مواقع فريلانسر بيبقى زي سنسور بينك وبين الراجل اللي عايز يعمل شغل. يعني في واحد في امريكا عنده مثلا عمارة عايز يصممها، او عنده اعلان عايز يصممها، عايز حد يعرف فوتوشوب او يعرف فوتوكاد او يعرف ريفيت او يعرف ساب او يعرف اي برنامج عايز يعمل حاجه ديت، او عنده حاجه عايز يترجمها، او عنده بعض المعلومات عايز يدخلها على جداول الادخال. تمام؟ فبيقول لاخواننا اللي عايز استعداد يعمل حاجه دي يعملها. لو عملها في امريكا الاسعار هناك الدولار شادي حلو، فبيبقى مبلغ كبير، فهو بيتجه للدول زي الدول الافريقيه، الدول الاسيويه، والهند ما شاء الله منافسين اقوياء في الموضوع دوت. بس انت يعني لما تثبت كفاءتك هتبقى مستواك حلو وتقدر تفرض السعر اللي انت عايزه. ففي موقع هنقول عليها بتبقى وسيط بينك وبينه، بتضمن لك ان انت هتاخد فلوسك بعد ما تخلص شغل. تمام؟ دي الفكرة باختصار. موقع بتدخل بتقول والله انا اعرف كذا كذا كذا، وبتشوف الناس كل واحد مثلا بيقول انا عندي عايز حد مثلا يصمم لي حاجة ولكن مثلا بالفوتوشوب. تمام؟ فبتقول انا اقدر اصممها لك مثلا وساعتها مثلا بدولار، ب$5، ب$100، هو يقول لك خلاص ماشي، فبتعمل له الشغل وتاخد فلوسك، والموقع بياخد نسبة من الفلوس ديت مقابل ان هو بينسق بينكم، ومقابل ان هو بيضمن لك الفلوس، بياخد جزء من، بياخد فلوس من الراجل، ولما يقول انه انت عملتها بيديها لك. تمام؟ الطريقة دي فيها عيب او في عيوب هنقول عليها، وفيها مزايا كتيرة جدا. تمام؟ انا هكون صادق معاك فهقول لك على العيوب. العيوب الشغل العادي، تمام، بيبقى فيه ميزة ان انت بتحتك بواحد سابق في المجال فبتاخد خبرة، بالذات اول 6 شهور بيبقى انت جديد في المجال فبيبدأ تديك خبرة. فلو انت فعلا خدت الخبرة ديت وزهقت من الشغل في المكاتب والعبودية والحاجات دي كلها، وان انت شغال 8 ساعات او 10 ساعات بدون راحة بدون اي حاجة خالص، مكان غير مهيئ، بيتفرض عليك شغل ممكن تكون انت مش مقتنع بيه، يعني ممكن يجي لك شغل تصميما هندسي مخالف لقانون البناء وتشريعات البناء، لازم توافق عليه، ما تقدرش تعترض لان صاحب المكتب هيرفدك، فبتضطر ان انت تعمله وانت مش مقتنع بيه. بتلاقي حاجه معموله الراجل عايز يوفر، صاحب المكان بيقول لك صمم لي كذا وحاجه مش مقتنع بيها، لا انت في شغل حر مش مقتنع بيها، بتقول له اسف مش هعمل لك الشغلانه ديت. تمام؟ لازم في شغل حر عندك امكانيه ان ترفض شغلانه واثنين وثلاثه، لان في اختيارات اوسع. انا لو انت شغال في شركه بيفرض عليك الحاجه اللي انت عايزها. في عيب برضو اللي هو ان دخل مش ثابت، ساعات بيجي شغل كتير قوي فتلاقي نفسك مش ملاحق وتلاقي نفسك بتنام قليل، وساعات تلاقي شغل مريح. حل الموضوع دوت ان انت بتتفق مع كذا واحد من اصحابك، المليان كب على الفاضي، يعني لو انا عندي شغل كتير هديه لواحد من اصحابي، لو هو عنده شغل كتير وانا فاضي فبيبعت لي ونبدا نتحاسب عليها. دي حل الموضوع دوت. في موضوع النصب، وده له حلول كتيره جدا. تمام؟ الحلول بتاعتها مثلا ان انا ما بدوش اللوحة الاصلية، لا ده انا ببعت له صورة وعليها اللوجو بتاعي بحيث ان هو ما قدرش استفاد بيها، اقول له ان انا خلاص شغل، الشغل هو موجود اهو، ابعت لي الفلوس عشان ابعت لك اللوح، بعتها لك بتبعت له اللوح. تاني حاجة الموقع اللي هي فريلانسر دي بتضمن لك فلوسك، اول ما بتبعت اللوح بيديك الفلوس، فده بيضمن لك ان الفلوس بتجيلك. بس في مزايا كتير جدا في شغل حر، الفلوس بتاعته كويسه جدا لان انت بتعمل مع ناس في امريكا وناس في اوروبا، فالحاجات بتبقى بالدولار، طبيعه العمل بتبقى افضل، بتختار اللي انت عايزه، بتطور نفسك باستمرار، الفلوس بتاعتها احسن بكتير. طيب ازاي ابدا اشهر نفسي او حاجه كده؟ اول حاجه ان انت بتعمل لنفسك دعايه، ان انت مثلا بتاخد سناب شوت او بتاخد صور ليك معموله كويس، معمول لها ريندر ايا كان نوع الشغل بتاعك، وتبدا تعرضه على بعض المواقع زي بيهانس، زي الفيسبوك، زي التويتر، وتحط التليفون بتاعك تقول اخوانا دي شغلي، فبيجي لك شغل من خلال الحاجات ديت.
زائد الموقع اللي هي الفريلانسر اللي هي بتبقى شغاله بنظام المناقصات، واحد مثلا في امريكا وعايز يعمل شغل فبيقول يا اخوانا اللي عنده سعوديه يعمل الشغلانه دي انا طالب فيها هيتعمل فيها كذا كذا كذا، فبتقول له انا ممكن اعملها لك مثلا ب $5 بتاع امريكا. $5 ده يعني ما يجيبوش سندوتش، هو بيتكلم في $100 فهو بيقول لك خلاص اعملها لي انت. تمام، فدي بيبقى عندك انت ميزه ان انت بتقدر تقبل حاجه قليله، فالناس كلها بيبقى عليها اقبال عليك انت، بالذات ان انت شغلك زي شغله مفيش فرق كبير. وفي ميزه ان انت بتبقى حر شويه في الوقت بتاعك، ممكن مثلا تنام ساعتين تخرج ساعتين، المهم ان انت مثلا متفق ان انت تخلصه في 3 4 ايام هتخلصهم وحر في وقتك. تمام، تدخل تخرج، مش هتضطر ان انت تركب مواصلات، قاعد في البيت مرحرح تقدر تعمل الشغل ده وانت لابس الجلابيه لابس شبشب، مش لازم تلبس بدله، تقدر تعمل دخل حلو جدا. يعني حكايه دخل $1,000 في الشهر ده حاجه بسيطه جدا، يعني في ناس بتعملها بسهوله لان هو مثلا بيكون متمكن في بعض الحاجات المطلوبه زي البرمجه، زي ان هو يعمل العاب على الاندرويد على الابل على الايباد، الحاجات اللي هي المطلوبه دي بتبقى فلوسها احسن. فطول ما انت عندك مهارات زي ما سيدنا علي بن ابي طالب بيقول قيمه كل امرئ ما يحسن، فكل ما انت عندك قدرات مطلوبه في السوق كل ما هتكون السعر بتاعتك اعلى، وكل ما حد يشتغل معاك ويقول الراجل ده كويس او يديك تقييم عالي كل ما تقدر تفرض سعر افضل. تمام، في مواقع كتيره هحط ان شاء الله الرابط بتاعتها اسفل الفيديو، زي اوديسك، زي فريلانسر، زي ايلانس، زي بيبول برهاور، زي في موقع عربيه زي خمسات. الموقع الاجنبيه فيها احترافيه اكتر، الخمسات بتبقى ماشيه بالحب يعني كلمتين ثلاثه بتعمل لي العمليه دي بكام، فما بيبقاش فيها تسعيره او منافسه قويه او ضمان للفلوس زي الموقع الاجنبيه. حاول تشهر نفسك، تعمل نفسك دعايه حلوه، ممكن تعمل حاجات على اليوتيوب على الفيسبوك على التويتر على لينكد ان، الحاجات دي كلها هتشهرك هتخلي الناس تجي لك اي موقع. ممكن تعمل صفحه على الفريلانسر وتحط الرابط بتاعتها على الفيسبوك فتلاقي الناس بتجي لك. بس المهم يبقى في عندك محاذير، مثلا ان انت ما تعملش اي حاجه مثلا دعايه للخمور، ان انت ما تعملش اي حاجه حرام تغضب ربنا، حاجات اباحيه، الحاجات دي حاول تتجنبها عشان ربنا يبارك لك. ومباشر انا باخد سيئات من الحاجات ديت. يعني انا شايف ان الفريلانسر ده حل لمشاكل ناس كتيره اللي هي بتقولك انا ما عنديش خبره، او ان انا بروح المكاتب بيبقى في واسطه او في منافسه شديده، او انت موجود في دوله في عدد الناس بتخرجين كتير جدا، فحاول تتنافس مع دول اوروبا ودول امريكا وانت قاعد في البيت من خلال الانترنت. ويعني جرب الشخص حاجه، ما حدش ياخد منك فلوس، ما حدش بيقول لك انت لازم تشتري ميداليه ذهب والحاجات دي كلها، لا انت بتدخل وتلاقي نفسك بتعلم وتابع المواقع ديت بدل ما تقعد على تتفرج على مسلسل ولا بتاع، لا جرب الحاجات دي وشوف ايه الحاجه اللي بتكسب كتير وتعلمها، هتلاقي نفسك بتعلم مثلا صناعه العاب، برمجه، فوتوشوب، الستريتور، الحاجات اللي هي مطلوبه في السوق. وحتى لو انت مش عارف تتعلم الحاجات دي في بيبقى في ناس عايزه مترجم، في واحد عايز حد يعلمه عربي، في عايز حد عايز يعلمه عنده مسائل رياضيه عايز حد يشرحها له، هتلاقي واحد يقول لك انا عندي ارقام عايزك تحسبها لي، يعني هتلاقي كل حاجه مطلوبه، هتلاقي يعني كل بلحه زبونها مستنيها. تمام، فانت مهما كانت امكانياتك ثق ان انت ممكن تكون كنز لواحد تاني، واحد تاني محتاج حد يعلمه عربي. تمام، واحنا اكيد يعني تعلمنا عربي في المانيا فعارفين العربي كويس، يعني هتلاقي واحد مثلا عايز يتعلم فيزياء، عايز يتعلم كيمياء عنده، يعني دور وهتلاقي الحاجه اللي انت بتحبها واحد عايز تعلمها. ممكن تلاقي حد مثلا عايز يتعلم آلة معينه او حاجه معينه او حسابات هندسيه، او واحد عايز، يعني هتلاقي اللي انت بتعرفه هتلاقي حد عايزه، فتبدا تتعامل وتكسب من خلالها وربنا يبارك لك ان شاء الله.